والله المرصد لديه مهام استشارية لدى السيد رئيس الجمهورية، والمرصد هو امتداد للمجتمع المدني الذي يعمل على تثقيف المواطن على مكافحة الفساد. وإحنا وقعنا اتفاقية مع السلطة العليا لمكافحة الفساد والوقاية منه. الغرض هو أننا نحمي من خلال الوقاية الأجيال تاعنا، وأيضا نعزز منظومة الحكامة، لأن المجتمع المدني غدوة كيكون شريك من خلال تقاسم المعلومة، من خلال المساءلة، من خلال المراقبة. هذا يعتبر آلية تاع مراقبة. يبقى الموضوع هذا مرتبط بالهيئات المكلفة بهذا الموضوع، اللي هي جزء منها بالعدالة المالية وغيرها. هذا يبقى شغل تاعها.